السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا قصتين لربما سمعتموهم من قبل، قصتين، واحد حافظ لكتاب الله وحافظة لكتاب الله، وأخ كان مدرس، يعني لا زال يدرس في المسجد النبوي أحاديث. نعم، وأخ آخر له قصة، يعني أربع قصص إن شاء الله لربما تختصر لكم الصورة. إن لن يشفع لذنوبك أي عمل إلا الاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب. خلاصة الكلام، لن يشفع لك حتى القرآن وحفظ القرآن لن يشفع لك، ستسمع من أصحابه، إلا أن تتوب، تتوب وتترك الذنب وتقبل على الله كما يريد الله ويرضى إن شاء الله. نسمع قصص الإخوة ولربما تكون فيها عبرة للإخوة الذين مثلا لربما عندهم علم شرعي، أو لربما عندهم حفظ لكتاب الله ويتقربوا إلى الله وهم في عبادتهم، وفي هناك شيء من الخلل فلا يدروا، يظنوا أنهم تحت البلاء والظاهر أنهم تحت العقاب. عشان نتعلم، نعم، بلغوا عني ولو آية، منعيش الآية، منشوف شو موضوعنا، ليش إحنا الله جعلنا في ذيل الأمم، وإنما هي ذنوبنا التي يعاقبنا الله عليها. وسترى إنه من خير الناس الذين نظنهم، نحن لا نزكي أحد على الله، لكن حفظت كتاب الله والذين لا يزالوا يعني كل اليوم مع كتاب الله، نعم هم تحت العقاب، نعم عندما تابوا وأقلعوا غير الله أحوالهم. وستسمعوا قصص أخرى إن شاء الله، لأنه هذا عشان أنت تتفقد كل ذنوبك وتلزم الاستغفار، مش تسر على الذنوب وتلزم الاستغفار. بارك الله فيكم. نسمع في درس، صراحة الدرس الذي فات كنت ننزل فيه هذه القصص فانقطع التسجيل، فنجعل هذا الدرس للقصص إن شاء الله. نسمع إن شاء الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الأستاذ محمد حجازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أحببت أن أروي. نعم، غيرنا المكان، في صوت ضجي بالخارج، هواء، وكان رياح، والمطر إن شاء الله ينزل. نسمع القصة لهذا الأخ الذي كان يدرس في المسجد النبوي أحاديث نبوية ويتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الأستاذ محمد حجازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أحببت أن أروي لك قصتي باختصار، وأشهد الله على كل ما بها. سيدي الفاضل، أنا معلم ولدي مؤسسة خسرتها وتم الاحتيال علي من قبل شخص، خسرت كل شيء، تدهورت نفسيتي وتعبت جدا، تحملت ديونا على راتبي. بحثت عن عمل، وجدت عمل بالمسجد النبوي، حفظ الطلاب الصغار الحديث، وأخذت أكثر من قراءة الحديث وحفظه قدر المستطاع. ومع تواجدي في المسجد كنت أحرص على صلاة تقريبا 3 فروض يوميا، لكن لم أشعر بفرج ولم أستعجل الإجابة مع إلحاحي على الله في الإجابة. كلنا لدينا ذنوب، حاولت أن أجتهد بالصلاة أكثر والدعاء. شعرت أن هناك حاجزا يمنع الإجابة، سبحان الله، راجعت نفسي والشيطان يقول لي لن يقبل منك شيء، ويحاول أن يصرفني عن العبادة والتقرب إلى الله. لظروف تركت المسجد لظروف عملي، وما زلت معلم في الفترة الصباحية، لكن الديون كادت أن تقتلني. كنت أدعو الله وأقوم الليل وأدعو الله بالفرج أن يسدد ديني، تسدد جزء من الدين، لكن كنت أشعر أن هناك خلل، هناك حلقة مفقودة لابد أن أعرفها.
بحثت في صيغ الاستغفار وفي أكثر الأحاديث التي وردت في القصص والأذكار والآيات، بحثت في صيغ الاستغفار، بحثت بالنت إلى أن وجدت قناة أخونا الأستاذ محمد الحجازي، استمعت لكلامه وتابعت القصص التي يطرحها. فالناس هم شهود الله، الناس تذكر القصص وتذكر ما مروا به ويشهدون الله على قصصهم، وليس لهم مأرب أو حاجة للكذب أو لتلفيق القصص. قلت بما أن شيء لا فيه حرمة ولا فيه بدعة، لماذا لا أكثر من الاستغفار؟ أخذت أستغفر إلى أن وصلت 30,000، 25,000، 20,000، ونوع 5,000 أذكار أخرى غير الاستغفار كالحمد والتسبيح وغيرها. واقتربت من المصحف أكثر، وأخذت أقرأ البقرة من غير الورد الذي كنت أحافظ عليه من القرآن، كم صفحة، صفحتين، ثلاثة في اليوم، أربعة، أربعة أوجه، خمسة. وخلال شهرين حصلت انفراجات وتساهيل، وانقلبت نفسيتي تدريجيا، وزادت سعادتي أنا وأسرتي الحمد لله، واختفت بعض المنغصات. وكان لي قريب وعزيز جدا، شخص ما عافانا الله وعافاه، مسحور، ولم أترك بابا لمساعدته. وقبل أسبوعين دلني الله على رجل يرقي جزاه الله خير، وبدأ معه وهناك بوادر شفاء كبيرة ولله الحمد، وشخص حالته وأعطاها من الماء المقري والآيات، والحمد لله الرجل في طريقه للتشافي والعلاج. أحاول المحافظة على الصلاة والأوراد والذكر وتتبع السنن، وبإذن الله وبإذن الله وبدعواتكم أخواني وأخواتي، بقية الدين سيفرجه الله، فهو من يجيب الملهوف والمحتاج، ومن منا ليس مقصر. لاحظت أن الشيطان يحاول أن يصرفك عن التركيز على ذكر معين وأن تعيش الآية وتبلغها، ويحاول أن يصرفك ويقنعك أن هذا الدعاء أفضل، لا هذا الدعاء أفضل، لا. وفي النهاية المحصلة أنت تنصرف عنها جميعا ولا تكثر من إحداها وتتكاسل. أنا قلت هذا الذكر، لا فقط هذا يكفي، هذا يكفي، لكن جبال المعاصي والسيئات كالجبال، والأذكار تدكها دك، فهي التي هذه السيئات هي التي تحول بيننا وبين الإجابة. أخذت على نفسي عهدا أن لا أترك هذا المنهاج وهذا الطريق، وأن أستغفر الله قدر المستطاع صباحا مساء وبكل الصيغ. الحمد لله أنني ألم بصيام من سيد الاستغفار إلى لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وجميع أنواع وصيغ الاستغفار موجودة بالنت، وسهل الوصول إليها، وسهل على الجميع أن يحضرها من النت. لكن أحثكم أخواني على التشبث والتثبت من لا يوجد ذكر كما ذكر أخونا محمد حجازي أفضل من ذكر، ولا يمكن أن نفاضل بينها، وكلها حق وكلها كلام رسولنا الكريم وآيات ربنا جل في علاه. لا يوجد، لا نستطيع أن نفضلها إلا بدليل، لكن الشيطان يحاول أن يتنقل بك كي لا تستقر على دعاء أو على ذكر معين لتجني ثماره. أنت عندما تتسلق شجرة لابد أن تطلع إلى الشجرة إلى أن تصل إلى الثمار وتقطف ثمارها، ولا تنظر إلى الشجرة الآخر تقول هناك أحسن فتنزل من هذه الشجرة وتطلع إلى الشجرة الأخرى وتحاول أن تطلع، ثم تنظر إلى لا هناك الثمار أفضل. فهذا هو حالنا أخواني وأخواتي، وإلى هنا أكتفي، وأسأل الله
أن يبارك في أخونا محمد حجازي وما يقوم به من جهد، والرجل لا يدعي علما ولا يدعي أنه أعلم من في الأرض، ولا يدعي أن هو رجل جرب الاستغفار وجنى ثماره وبلغه للناس. نسأل الله أن لا يحرمه أجرنا وأجر جميع الأخوة والأخوات. أشكركم أخواني وأخواتي، وجزاكم الله خير، وجزا الله خير أخونا محمد حجازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوني من الدعاء. أملي في الله كبير، أن لأن بوادر الفرج أنا ألاحظها يوميا في صحتي، في تعاملي مع الآخرين، في قبول الناس، في محبة الناس. كل مجلس لا أفتأ عن ذكر الاستغفار وتبليغه وعن فوائده وما التمست منه، فوجدت في استجابات في المجالس بإقران هذا التبليغ بالصدقات والإنابة إلى الله والعودة إلى الله. طريق إلى الله جميل. الله يكون في عون العبد بإذن الله. لنا لقاء آخر تكون فيه أنت، نكلمك مكالمة جوال إن شاء الله، نستمع إليك مباشرة. وشرف لي معرفتك أخي محمد حجازي. شكرا لك، شكرا لك من الأعماق، شكرا لك، ولا تنساني من الدعاء في جوف الليل. اذكر. نأخذ قصة إن شاء الله أخرى للعبرة، عشان تعرف أنه مشكلتك ذنوبك، ويريد الله منك أن تبلغ آية. هذا الرجل بدأ يبلغ عن الاستغفار، عندما تقطف ثمار الاستغفار وترى الفرج، يريد الله منك أن تكون رجل، نعم، مرآة لهذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروف وتنهون عن المنكر، لا تأخذ الشيء لنفسك وتبقيه عندك. من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. وجدت من الاستغفار شيء، ابدأ بحدث الناس عن الاستغفار. أما بنعمة ربك فحدث، هذا هو، حدث عن نعمة الاستغفار. ماذا يأتي الاستغفار؟ بماذا غير الله حالك في هذا الاستغفار؟ نعم، مش تقول له شوفي بجيبتك. نعم، قل أنا كنت مديون وأنا لزمت الاستغفار، فالله قضى عني ديني أو شفاني من مرض أو هكذا، وأنا حافظ لكتاب الله، رغم حفظي لكتاب الله إلا أني كنت معطل أموري عندما لزمت الاستغفار، غير الله أحوالي. نعم، نسمع قصة. و إخوة اثنين حفظة، أخت وأخ حافظة لكتاب الله. نسمع قصة لأحد الإخوة، هذا الأخ عنده قحة سعال، نسمعه ماذا حدث معه إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم أمو أحمد، رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أمو أحمد، أنا عندي تحسس قحة، يعني أقح، يعني بالثانية أقح آلاف المرات هكذا أظل، يعني قحة متواصلة حتى يعني ما أفصل، وحتى متعقد منها وأظل أقح. يعني يا عمو أحمد، ألا يطلع البلغم من فمي كرم السامع، يعني هذا هو أدفل. فإذا ذهبت إلى أطباء عديدة، يعني قحة قوية يعني، فإذا ذهبت إلى أطباء وأخذتوني علاج، يعني العلاج وما جاءت روح. فإذا لزمت الاستغفار وواظبت على الاستغفار، فإذا راحت مني القحة. يعني حتى الدكاترة ينطون العلاج وأخذ العلاج والعلاج وفادي. فإذا لزمت الاستغفار فذهب مني هذه القحة، فذهبت عني هذه القحة. فأهي متفاجئ، والفضل لله، هاي الفضل لله ثم الاستغفار. فأتراخيت يعني شوية، مو يا يعني عفت، مو ما عفت الاستغفار، وإنما غيبة وقال فلان وقال إلان. فإذا رجعت عليه هذه القحة، يعني رجعت عليه هذا القحة وأخذ بالعلاج وما يفيدني. فقلت خليني أكمل ألزم الاستغفار النوب. فإذا لزمت الاستغفار وأبتعد عن الغيبة، فإذا الفضل لله ثم الاستغفار، فإذا تذهب عني القحة.
هسه أقح بس مو مثل قبل، عدة مرات يعني وكل ساعة ساعتين قحة شوية خفيفة، والفضل لله ثم الاستغفار. اللهم لك الحمد ربي على المنة على كرمه. إذا حبيت انشر قصتك، ويا أخوتي أنصحكم الابتعاد عن الغيبة والنميمة، وقال فلان وحكي علان وهذا طويل وهذا قصير. يا أخوتي ابتعدوا عن الغيبة والنميمة. والله أنا رجعت قبل من أسمع كلام الأخ محمد حجازي، أقول ما شاء الله، ومن أسمع يعني كلام الأخوة والأخوات يعني أصحاب القصص، أقول ما شاء الله يا ربي. يعني بس يعني المواظبة ضابط على الاستغفار، 20,000، 15، 10,000، 13، 12، 30، 28، 27. الفضل لله بإذن الله سبحانه عز وجل، والله تقبل دعائي بالاستغفار، وذهبت عني هذا التحسس والقح، ذهبت عني، واللهم لك الحمد ربي. واللهم يا رب، والله أني نشرت هذا على مدى المشاهدين، المدى المشاهدين يسمعون. والله 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 على ما أقول شهيد. يعني عندما أكون بالغيبة يعني أذنب، فإذا ترجع عن القح، ترجع عليه القح ويرجع عليه التحسس، هو التحسس نفسه قح، بس تكون يعني قح، يعني قح قوية جدا جدا جدا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله يا عم أبو أحمد، وما نشرت هاي القصة، وأنتو يا أخوتي وأخواني، والله ما نشرتها لا رياء ولا سمعة، يعني على مود أقول أنا مثلي جود، بس يعني أنا لاحظت هذا الشيء، وأنتو أنا ريد يعني أنا لاحظت هذا الشيء، وأنا حالي حالكم همين شنت متخبط، هاي شلون هيج، هاي شلون هاي، ولكن الفضل لله سبحانه عز وجل، وأنا متفاجئ وأنصحكم بالاستغفار، وكثفوا من الاستغفار بالليل والنهار. ونسأل الله العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع قصة الأخت حافظة على كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي وأخواتي في قناة أخونا محمد حجازي، أنا بنت حبيت أشارككم تجربتي ورحلتي وصورة البكرة. الحمد لله رب العالمين. لو إذا مختصر عن حياتي، أنا بنت نشأت الحمد لله في بيئة تعرف رب العالمين على طريق القرآن والسنة. والدي إمام مسجد، والدتي على قدر من العلم والتقوى والحمد لله. بالتالي أنا بنت، وأنا عمري مو صار 11 سنة، كنت الحمد لله 11 وأكثر شوي، كنت الحمد لله منتقبة بس النقاب بكير. وإلي قصة مع يعني مع كتاب الله، رحلة طويلة، عمر طويل، تعلمنا القرآن، دخلت الجامعة، درست شريعة، دخلت القراءات العشر، دخلت يعني أنوار عطايا من رب العالمين. كان ربي معي في كل لحظة من لحظات حياتي، كان رب العالمين كأنها آية ولي تصنع على عيني. لكن من سنة 2016، طبعا هاي تاريخ زواجي، بدأت مع صورة البقرة، وبدأت سبحان الله الحرب صعوبة. كل ما أقرأها لفترة تتفك أمور وتمشي أمور، لكن بصعوبة. كنت أعاني من سحر لمدة 12 سنة. قرأت صورة البقرة من سنة 2016 لسنة 2023، وأنا كل فترة، كل 40 يوم أقرأها مرة مرة مرة، أغيب أرد أرجع، وكانت أمور تيجي الحمد لله وتفتح أمور. اعتمرت عدة عمرات، كان المسجد الأقصى جزء من حياتي الحمد لله، أعتبر حالي أنا بنته، وأسأل الله أني أكون أنا أهل هاي المكانة. المهم الحمد لله رب العالمين، نبدأ أوصله أني كنت رغم كل هذا الحكي والنعم والخير من رب العالمين، إلا أني كنت في ضيق لا يعلمه إلا الله. كنت أعاني 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 أمراض روحية، أمراض جسدية، أمراض، لكن ما كان يبين. الحمد لله كان الله مأيدني بكل لحظة، كان الله معاي دائما، أحكي يا رب إلا ربي معي. بس كانت في صعوبات، كانت في كثير أمور، وكنت في كثير معاني ما مش واضحة للحق، يعني مش ظاهرة. لما بدأت بصورة البقرة، مع لما
سمعتها من قناة أخونا محمد حجازي من رمضان تقريبا، بدأت بالتكرار تقريبا بهاي الفترة، وبهاي الفترة بالتحديد أنا ما كنت، ربي ما رزقني بالأطفال لمدة 7 سنوات من زواجي، كانت بداية حمل من سورة البقرة مرة واحدة، طبعا هي من ربنا بس يعني كانت سبب سورة البقرة، فبدأت فيها بتكرار، اكتشفت انه في سحر جديد على الطريق اللي هو بسبب الحمل، يعني في ناس ما بدها احمل، كان يعني انا كنت اعاني مش بس من سحر واحد، من عدة سحورات الحمد لله رب العالمين. وبدأت الرحلة المعاناة وبدأت أقرأها، أنا فتت قناته مش من البداية، يعني من 7 شهور ما كنت أعرف إنه كان حاكي إنه نبدأ بالاستغفار، بدأت بسورة البقرة، وكانت هاي المرحلة رغم صعوبتها هي عرفتنا كثير، لكن أصعب مرحلة بحياتي إنها إني أنا كنت حامل بتعب، تعب صحي، تعب نفسي، ودخلت عالم تاني، هجوم شياطين من كل جهة، عن طريق الأقارب والأهل، عن طريق المقربين، بدأت الأقنعة تكشف من كل جهة، قناع ورا قناع، غير الصدمة النفسية إنك بدأت تكشف كل من حولك، والحمد لله رب العالمين، بعد شهور في القفل الثاني في سورة البقرة، تخلص من أسحار بالاستفراغ إلى آخره، رب العالمين ألهمني أبدأ بالاستغفار مع سورة البقرة، فكان أول يوم استغفار يوم فرج، رب يرفع عني وكشف عني كثير، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ما يجعلنا من الشاكرين والحامدين. والقفل الثالث اللي هو كره المعاصي أو الذنوب اللي أنت ما كنت قادر تتخلص منها، صح أنا بحكي بالتزام، أنا بحكي على ذنوب أنا كنت أكرهها بنفسي، يمكن تكون نفسية، قلبية، قالبية، فكرية، شو ما كانت، كل خطاؤن، الله يغفرنا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليها. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، لما بدأت أقرأ سورة البقرة بأعداد يعني 5 مرات و3 مرات، رغم أني أنا كنت أشتغل بالختمات وبالحفظ وبالقراءات، فكانت والدتي الله يحفظها يعني تحكي لي هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت يكفيك أنك تقرأ الرقية. طيب أنا بحالة، أنا مثل ما بيحكوا اللي إيده في النار مش مثل اللي بيحكي له سلامتك، أنا كنت أعاني ويفكروني عندي مرض تاني غير هاي الأشياء، فاستمرت، بعد ما استمرت وشافوا النتائج بعيونهم الحمد لله سلموا وآمنوا بهاي البركة، يكفي أنه تبين أنه كلام أخونا محمد حجازي صح، وأنا لما بديت الطريق أنا كنت مثلهم، يعني ما ورد عن الرسول نأتي به، يعني سورة البقرة كل 3 أيام مثلا يخرج الشيطان من البيت، أما إنها بالصورة هاي المتكاملة بصورة 4 مرات ما كنا نعرفها. المهم اللهم صل على سيدنا محمد، وكشفت كثير أمور، لو بدها تكشف بالالتزام وبسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشفت من البداية، لأن الحمد لله أنا من الملتزمين ولا نزكي على الله أحد، بس الله كان هاديني الحمد لله، كان ميسر لي والحمد لله رب العالمين. بعد في قصة تانية عن المقايضة أنا سمعتها تفاجأت فيها، أنا كنت أعملها وما كنت أعرف إنها هي مقايضة مع رب العالمين، وأنا هاي لما لبست النقاب أول مشوار لي كنت طفلة، كان عمري 11 سنة ونص، والدتي طبخة كانت في حجة عايشة لحالها ما إلها أحدا، فوالدتي أعطتني طنجرة أكل أبعد الأيام، فكانت ساعتها توصف، والأطفال أحباب الله يعني ما كان في قلق، ورحت وبعدتها وكنت مبسوطة، وكان أول مشوار بالنقاب، وفي يوم في سبيل الله، مشوار في سبيل الله لليوم أي ضائق بمر فيها بتوسل بهذا العمل ويستجاب، رغم أنه الحمد لله الله أكرمنا بالصالحات، لكن نسأل الله أنها القبول في كل الأعمال،
استاذ العمل كنت يعني متاكده انه ان شاء الله لوجه الله الكريم. غير هيك كان في استجابه شديده، فهي المقايضه اللي بيحكي عنها، احنا ما بنقايض ربنا، احنا عملنا هيك، احنا نتوسل. الاعمال الصالحات وردت في القران، اللي هو التوسل. بالنسبه لانهم بيحكوا يعني ما بصير تحكي استغفر الله استغفر الله استغفر الله مثلا بدون حضور قلب، انا هاي كمان عشتها. مثلا انا كنت اروح على مكه عند الروضه الشريفه، في عمره من العمرات اعتمرتها، كنت 9 ايام في المدينه المنوره، كنت ابكي، كنت اعاني من هموم مشاكل، اروح ابكي وادعي. صح هذا من الدين والحمد لله اللي الله وفقنا لهيك، بس بالقلب الحالي اسال الله الثبات اني اكون عن جد بهاي الطريق اللي هي الطريق المستقيم. يعني انا في البيت الانشراح اللي عندي كان عندي اكثر من الروضه واللي كان في مكه، انه كان انشراح شديد، لكن بعد ما طهرنا من الذنوب من الامراض من الظلمات، انا اكتشفت كمان من الاشياء اللي كانت اعمالي لا تقبل 100%، الله اعلى واعلم، انا كان كل ما حدا يمدحني بمسجد بشيء مدح احكي هاي الحمد لله هيني انا هيك عملت، الحمد لله هيني انا هيك. فانا كانت عندي عاليه شوي، صرت لبكره ربتني، صرت لبكره الكاشفه، كاشف عيوب النفس، عيوب من حولك، يعني الضوء بضوي لك، عجبك ولا ما عجبك بضوي لك كل شيء. والحمد لله رب العالمين، اسال الله انه يعيننا على هاي الدنيا ويثبتنا يهدينا جميعا وما يضيعني رب العالمين. احبت اشارككم هاي التجربه والحمد لله. هاي هي يعني طبعا هي صح اصعب مرحله لليوم، انا اعاني من صدمه مصدومه بكثير امور، يعني لدرجه اني انا الي 3 شهور تقريبا تقريبا لوحدي ما بزور اي احد. ليش؟ لاني مصدومه، كشف الغطاء وجديد، بدينا نرجع للحياه الطبيعيه، بس رجعنا بوعي كبير ما كان موجود. طبعا الحمد لله هذا بفضل الله، وشكرا لاخونا محمد حجازي على كيف رب العالمين نور له بهاي الطريق، وكيف رب العالمين سخره الا هو علمه جل جلاله، علم ادم الاسماء كلها، هو علمه بهذا الباب، وعلم عباده عباد له بابواب ثانيه. اسال الله العلي العظيم انه يعلمنا ما يحرمنا ويثبتنا. اللي بيحكي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مثلا من قرأ اواخر سوره البقره كفتاه. سيدنا عمر بن الخطاب له قصه انه كان في واحد مريض، فحط ايده على كان على ما هو قرأ سورة الفاتحة فشوفي. بعد ما توفى سيدنا عمر بن الخطاب اجى واحد سمع بالقصة، حط ايده على مريض وقرأ سورة الفاتحة ما شفي، فقال كيف يعني ليش؟ قال له هذه الفاتحة وهذاك يا عمر. وأين عمر؟ سيدنا عمر معروف بالتقوى ومعروف يعني سورة فاتحة مرة واحدة من قلبه وعارف شو المعاني، غير عن حد عنده ذنوب، عن حدا أسير لنفسه ولشيطانه ولهواه، أسأل الله العافية، أسير لكلام الناس. أنا من الصفات اللي كانت كمان اكتشفتها إنه ننظر لقيمتنا في عيون الناس، شو مدحونا، إذا مدحونا إحنا نفرح، إذا ذمونا إحنا نزعل. حاليا والله ما بهتم، مدام ننظر في من يعني لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم، يعني دام الله شايف وراضي الحمد لله. والله بحكي معاكم يعني ما كنت أفكر إني بيوم من الأيام رح أوصل لهون وأنا بعاني في الفترة اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين لمن علينا وأكرمنا، أكرمني في بيت جديد رب العالمين، أكرمني في بنت، أكرمني في علم، علم من حيث لا أحتسب. وين ما يعني كنت أروح مسافة من مسافة لمسافة، مسافة ساعتين ساعة ونص بالطريق أروح أخذ العلم، صار في بيتي، يوصل عندي شو ما أحتاج يوصل عندي.
الحمد لله. أسأل الله أن يثبتنا ويعافينا ويعفو عنا. ودعوا لي وما مين ما يعاندكم أو مين ما يحاول يصدكم استمروا، بالعكس يزيدكم من إصرار الجهاد. وجهاد جاهدوا، إحنا ما بدنا نحكي تجربوا، لكن لما أكثر من شخص يحكي يعني سورة البقرة 4 مرات تكسر الأقفال. وحسب يعني أنا أخذ معي الكفر الثاني 4 شهور كاملة، وأحتسبهم لوجه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله القبول في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ القصة الأخرى لحافظ الكتاب الله للأخ إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إخوتي الذين دونوا تدوينات بالتعليق من حفظة كتاب الله لا يعد ولا يحصوا، لكن هذول الإخوة جزاهم الله خير بعثوا تسجيلات صوتية، بارك الله فيهم. لكن هناك من أصحاب العلم الشرعي العالي جدا، نعم كانت لهم تسجيلات تخصني، يعني لا يريدوا أن ينشروها، وتكلموا ماذا وجدوا من الاستغفار وسورة البقرة كيف غيرت أحوالهم كذلك. نعم، الذنوب يحاسب الله عليها حتى وإن على علمك، وبارك الله فيكم. وسورة البقرة هي المؤدب تؤدبنا، والاستغفار هو ممحاة للذنوب، وهكذا نعرف الله من خلال آية بلغ عني ولو آية، وبارك الله فيكم. الصادقين الهاديين بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصادقين الهاديين المهديين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخوتي الكرام في قناة الأخ محمد الحجازي. أنا أخوكم من المغرب، أريد أن أتحدث معكم أو أسجل هذه الكلمة المطلبة شهادة لله ورسوله في الاستغفار المبارك مع الأخ محمد الحجازي. أنا أخوكم من المغرب، اسمي إدريس. بدأت
الزموا الاستغفار اخوتي، توبوا الى الله، اقبلوا على الله، كونوا مرآة لدين الله، امروا بالمعروف انهوا عن المنكر، انتبهوا للشرك الخفي بان تنسبوا فضل الله عليكم لغير الله او لانفسكم، وكونوا مرآة لهذا الدين، والزموا الاستغفار بالليل والنهار. نختم بهذه القصه ان شاء الله. هذا اخ يتكلم مع اخ اخر على جروب الواتساب عندنا في قناتي، في جروب الواتساب عندي للرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخ منظر، انظر، هذا أنا، هذا الشخص أمامك، أنا محمود. أنا في عملي تمزقت عندي الأنسجة في ركبتي، ولم أستطع الوقوف على رجلي، حتى الركوع، حتى السجود، حتى بالصلاة لم أستطع. بعدما نقلنا المستشفى قالوا عندي تمزق في الأنسجة، وقالوا ممكن أن نحتاج عملية. وأعطوني يا أخي منذر، يا أخوتي الكرام، أعطوني 10 أيام راحة حتى يستطيعوا أن يعملوا لي الصورة المغناطيسية، لأن الصورة بدها فترة، وقالوا لي أنه ممكن أحتاج عملية وأقعد 4 أشهر. صدقني يا أخ منذر، أقسم بالله، والله على ما أقول شهيد، أنا بعد 5 أيام بفضل الله وبفضل سورة البقرة والاستغفار أنا رجعت على عملي وبمشي على إجري، وما في شيء، كالسحر اختفى، كالسحر اختفى. نعم، انشروا هذا الكلام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.